السلام عليكم. توفي صبيحة اليوم الأربعاء المطرب والفنان والمغني القبائلي مهني أزيد عن عمر ناهز 63 سنة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، ساعات قليلة فقط من وفاة والدته بنفس داء. ويعد الراحل قام من قامات الأغنية القبائلية، وهو معروف بفنه النظيف وما قدمه على طول حقبة مشوار فني ثري وطويل. المرحوم وري الثرى ظاهرة اليوم بمقبرة تيزي بوشن بعزازقة بولاية تيزي وزو رفقة والدتها رحمه الله، وأسكنه فسيح جناتها وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.